نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة علمية تحت عنوان 100 عام على رحيل أحمد باشا كمال رائد علم المصريات، وذلك بمناسبة الانتهاء من ترميم ورقمنة قاموس اللغة المصرية القديمة، حيث تم عرض أجزاء من قاموس اللغة العربية القديمة بعد الانتهاء من ترميمه بمعمل المكتبة. كما تم لأول مرة عرض أجزاء منه بالإضافة إلى عرض بعض المؤلفات النادرة لأحمد كمال والمحفوظة في مكتبة الإسكندرية. أحمد باشا كمال يعني ألف قاموس كبير جدا، هو طبعا أبو الأثريين العرب والمصريين، ويعني هو اللي له إسهام كبير جدا في دراسات الآثار المصرية. هو بذل جهد كبير جدا في يعني الكتاب عن اللغة الهيروغليفية القديمة، وعمل قاموس ضخم جدا أكثر من 20 مجلد عن اللغة الهيروغليفية، بين المفردات بتاعة اللغة وحول هذه المفردات إلى اللغة الفرنسية، إلى اللغة الإنجليزية، إلى اللغة العربية، وفي بعض المفردات كمان حولها إلى لغات أخرى زي السواحلية وبعض اللغات الإفريقية. في غاية من السعادة أن مكتبة اسكندرية عملت عمل كبير ده، ودوت بعتبره أنا أن احنا ردينا جزء من الجميل لجدي أحمد كمال. فأنا سعيد جدا النهاردة بوجودي في المكتبة وبالاحتفال العظيم اللي عملها المكتبة. بنحتفل بالانتهاء من الترميم القاموس ورقمنته، بالإضافة طبعا لموجود العيلة بتاعته المنتشرة في جميع أنحاء الإعلام. أحمد باشا شخصية وطنية، كان ليه دور مهم جدا في تمصير علم المصريات ونشر الوعي بالآثار المصرية، كان ليه دور مهم جدا في المساعدة في الحفاظ على خبيئة المومياوات في 1881 بالتعاون مع باسبيرو اللي هي تم نقلها للمتحف المصري ومن ثم إلى متحف الحضارات في الموكب المهيب الخاص بموكب المومياوات. ليه دور مهم جدا في النشر الأكاديمي، في المقالات، في الصحف، في الحفاظ على مجموعة توت عنخ آمون.